نروح لهذا التقرير وهذه التجربة، تجربة رائدة أعلنت عليها وزارة الأوقاف، وده كان إطلاق مجالس جديدة بتضم لأول مرة 4 وعظات لمجالس الإفتاء في قضايا المرأة بعد قرار الفتح الكامل للمساجد، وده طبعا في إطار اهتمام الدولة بدور المرأة وإشراكها أيضا في جميع الأنشطة الدعوية والتثقيفية تنفيذا للاستراتيجية اللي احنا بنتكلم عنها، استراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. خلينا نشوف هذا التقرير اللي يمكن رصدنا فيه تفاصيل حول هذه التجربة للوعظات. ابتسامة ووجه طلق، بدأت الدكتورة وفاء عبد السلام أول درس للسيدات بمسجد السيدة زينب عن صفات أمهات المؤمنين وكيف يمكن للمرأة رعاية أسرتها. ربيه على إنه يطلع هو وأخوه يخدموا في المجتمع، مش يطلع على أخوه. وبعد الانتهاء من الدرس أخذت الدكتورة وفاء تجيب على أسئلة الحاضرات فيما يسمى بمجالس الإفتاء التي أطلقتها وزارة الأوقاف بعد تلقي الواعظات عدة دورات تدريبية. فالواعظة هنا بتساعد إنها توصل الدين الوسطي الصحيح من أخلاقيات وسلوكيات ومعاملات، وفي بعض الفتاوى الخاصة بالنساء التي قد تستحي المرأة أن تتحدث فيها مع رجل، فبتبقى محتاجة إلى امرأة تتحدث معها جنب شيخة المقرأة إزاي تتعود على قراءة القرآن. إحنا دخلنا أكاديمية الأوقاف الدولية بعد أن حصلنا على دورات كثيرة في فقه المقاصد، في المواريث، في اللغة العربية، في أمور كثيرة فقهية. ترى الآذان مصغية والألسنة تلهج بالأسئلة في كافة مناحي الحياة المختلفة وسط ترحيب كبير بوجود واعظات سيدات يمكن سؤالهن دون حرج. بالنسبة لنا واعظة سيدة طبعاً ممتازة، إحنا كسيدات ما بنخجلش خالص إن إحنا نسأل على أي سؤال رفع الحرج بينا، بنقول الحاجة زي ما إحنا حاسينها، مش بنختار كلمات عشان نسأل السؤال، وبالتالي الواعظة بتدينا الإجابات هتوصل لنا بالشكل كسيدات مع بعض. يعني لما يكون في واعظة طبعاً دارسة ويعني عندها فهمة وعندها خبرة في الموضوع أكيد هيبقى أحسن بكتير من أشوف معلومة معرفش مصدرها إيه على النت، ممكن تكون غلط، ممكن يكونوا بيشتتوا الشباب بمعلومات مش صح، بس فده بالنسبة لي حلو. يعني طبعا هم موفر لنا سيدات إن إحنا في أسئلة خاصة منفعش نسأل فيها الشيوخ أو نستحي إن إحنا نسأل فيها رجال، فهم أطحونا إن هم يجيبوا لنا سيدات وعظات، فديت بنخلينا إن إحنا نفهم أمور ديننا أكتر ونتفقه في ديننا أكتر. أي وعظة الحمد لله مجالس العلم الوزارة فاتحة أبواب كتير قوي قوي قوي، مطمنين حتى على أولادنا إن هم لو قابلوا أي مشكلة ولا أي حاجة هيبقى من مصدر معلوم ومصدر في ثقة وهيفهموا دينهم على حق. وتأتي هذه الخطوة إيماناً بدور المرأة في الأنشطة الدعوية والتثقيفية بما يساهم في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة. في المساجد الكبرى يمكنك أن ترى واعظة مستنيرة ملمة بمقتضيات العصر تجيب على فتاوى النساء في خطوة ضمن استراتيجية تمكين المرأة 2030. شيرين مجدي، إكسترا نيوز.